لو الحكاية فيها إن فيتو تقدر ترتبط بواحدة بتشرب شيشة؟ لا طبعاً مينفعش. المجتمع الشرقي أصلاً يعني كله يعني مينفعش. المجتمع الشرقي ده دي حاجة إباحية غلط مينفعش. هو أكيد طبعاً لا، لأن إحنا في مصر من وضع عاداتنا مجتمعنا الغربي الشرقي مينفعش إن إحنا نرتبط بواحدة بتشرب شيشة وكده، لأن ده مخالف لعاداتنا وتقاليدنا. كتير من الشباب بيرفض ده طبعاً، لأن بيعتبروا إنه مثلاً الشيشة دي معظم اللي بتشربها رجالة، فلما تبقى بنت هي اللي بتشرب هيبقى متخيل وهو ما بيشربش مثلا حاسس بضعف قدامها وحاسس بنقص ان هي بتعمل حاجه هو ما بيعملهاش. اكيد لا، مش موافق طبعا ان البنت تشرب شيشه. ازاي يعني بنت تشرب شيشه؟ عاداتنا وتقاليدنا كمجتمع شرقي بتمنع ده. ناخد اصلا يعني ده حاجه يعني تبقى مثلا بعد كده تبقى عاديه بالنسبه لنا، بالنسبه للبنات بقى اللي بعديها تبقى مثلا قدوه ليهم، تبقى حاجه مش كويسه في المجتمع اصلا. طبعا موافق على ان انا اتجوز بنت تشرب شيشه. اولا دينيا غلط، اجتماعيا غلط، احنا مجتمع شرقي، سياسة صحية غلط جدا. طبعا يعني انا ما بحبش الولاد اللي بيشربوا شيشه، ما بقعدش في قاعده فيها شيشه، فمستحيل ان انا اتجوز واحده تشرب شيشه. الناس تجيب شيشه في البيت بقى وادخل عليها تشرب شيشه يبقى المنظر غريب يعني. ما اعتقدش كان ان حتى لو احنا بنقلد امريكا واوروبا ان هم بيشربوا شيشه، ممكن سيجاره بتاع يعني شيشه هيبقى مضحك شويه. عشان اصلا اهم حاجه في البنت او الزوج انا اتجوزها الاخلاق، وبعدين اصلا الخين ده مدرب الصحه جدا. وانا ما ماشي كده اذا كان اصلا ما دخلتش هي ممكن مثلا لو بتشرب شيشه معانا بس، لو يعني ما تنزلش لوحدها تقعد تشايش. هفضل يعني مش هحتم على الشخصيه بجزء بس من تصرفاتها. انا هبص للتصرفات في المجمل العام، والمجمل العام لو صالح يبقى خلاص. بس الشيشه اصلا ماده مرفوضه، ازاي يامن واحده على اسره تطمن اولادها واطفال تشرب شيشه؟ كده الاولاد هيقلدوها ويطلعوا زيها، كده بندمر اسره وبالتالي بندمر مجتمع.